وجوه البشر، وجوه البشر، كيف ما انقلبت أراها عن يميني وعن يساري وأمامي وخلفي وفوق رأسي وتحت قدمي، حيثما أكون تكون. أدير طرفي في زوايا خلوتي فأراها في كل زاوية، وأطل من نافذتي فأبصرها مقبلة مدبرة، وأسير في سبيلي فتسير معي كظلي، وأطرق أبواب رزقي فألتقيها على كل عتبة، وأفتح كتابي فتثب علي من بين السطور، وألقي برأسي إلى وسادتي فأجدها قد سبقتني إلى فراشي. وجوه، وجوه، وجوه. بيضاء وسوداء، حمراء وصفراء، خشنة وناعمة، مظلومة وظالمة، مشرقة وعابسة، راجية ويائسة، ضاحكة وباكية، شاكرة وشاكية، هادئة وهائجة، كاسدة ورائجة، غالبة ومغلوبة، صالبة ومصلوبة، سليمة وعليلة، قبيحة وجميلة. وجوه، وجوه، وجوه. وليس بينها واحد تستقر عليه العين فتأنس وتطمئن. جميلها لا يظل جميلا، وقبيحها لا يدوم قبيحا. ضاحكها لا يلبث أن يعبس أو يبكي، وباكيها لا يلبث أن يشرق أو يضحك. فهي تتقلب في كل دقيقة بعدد ثوانيها، وفي كل ساعة بعدد دقائقها، متلونة بألوان ما يتموج تحتها من شهوات الأرض وأهواء الجسد ومخاوف اللحم والدم وأوهام الزمان والمكان. وجوه، وجوه، وجوه. وجوه أصحابي ووجوه أعدائي، وجوه أعرفها ووجوه لا أعرفها. في كل وجه أبصر ملامح من وجهي، لأني أنا كذلك، ألعوبة الشهوات وهدف الأهواء وفريسة المخاوف وعبد الزمان والمكان. فويل عيني من وجهي، كيفما دارتا لا تقعان إلا عليه، بل ويل وجهي من عيني المقنعتين بالتراب، فلا تبصران غير ألوان التراب. وليت لي أن أستعيض عنهما بالعين التي تخترق ستر الزمان وحجب المكان، العين التي لمحت بها أمس وجوها بشرية ثلاثة فتقلصت أمامها خيالات كل وجوه البشر. وجه بوذا. غوتاما، غوتاما، يا قاهر الموت قبل أن يدركه الموت، وقاتل الشهوات قويها وضعيفها، ونابذ اللذات أسماها وأدناها، القائل للزمان أنا أنت، وللمكان أنا أفسح منك وأبقى. غوتاما، غوتاما، ما أجمل وجهك وأصفاه، وما أقربه وأقصاه، لا دمعة فيه ولا ابتسامة ولا اغتباط ولا ندامة، لا لجاجة ولا سآمة، لا جعدة وجع ولا مسحة طمع،
ولا انكماش جزع، لا حلاوة أمل ولا مرارة فشل، لا ادعاء ولا خيلاء، لا دعة ولا ضعة، لا شوق ولا حنين، لا شك ولا يقين، لا حب ولا بغض، لا حاجة انقضت ولا حاجة لم تنقض، لا شهوة تموت ولا شهوة تولد. غوتاما بوذا، غوتاما بوذا. ألا نزعت الغشاوة عن عيني لأبصر الحكمة في عينيك؟ ألا أعرتني عينيك لأرى وأدرك سر هذه الطمأنينة السرمدية المرتسمة على وجهك؟ بماذا عساني أشبهها وقط لم أرى لا في يقظتي ولا في منامي ما يشبهها؟ أأشبهها بصفاء السماء في أيار؟ والسماء إن صفت شهرا لابد أن تتعكر يوما، أما طمأنينتك فلا تمر بها سحابة ولا تنفخ فيها ريح. أم أشبهها بسكينة البحر بعد العاصفة، والبحر لا يودع عاصفة حتى يستقبل أخرى؟ أما سكينتك فمن عالم لا تولول فيه عواصف ولا تلمع بروق ولا تقصف رعود. غوتاما بوذا، غوتاما بوذا. أنا أحلم بالحرية ولساني يتلفظ باسمها القدوس شأن كل ألسنة العبيد. أما وجهها الطاهر فلم يشرق علي بعد، أكاد الآن أبصرها في وجهك الساخر بكل قيد من قيود المادة. نعم أكاد، أكاد، أكاد لا غير. فما أغرب وجهك وجها من المادة وكأنه ليس منها. أقترب منه فيقصو عني، وأقصو عنه فيدنو مني، وتظل المسافة بيني وبينه كالمسافة بين أوهام الأرض وحقيقة النيرفانا. يا واجد الطريق الوسطى في مفازة تشعبت طرقها حتى كأنها شبكة، والناس فيها أسماك تطلب مهربا فلا تجده. أيها المستنير والمهتدي، ألا نورتني وهديتني لأسلك في طريقك ذات الشعاب الثماني؟ الإيمان الصالح، والعزم الصالح، والكلام الصالح، والعمل الصالح، والمعيشة الصالحة، والجهد الصالح، والفكر الصالح، والتأمل الباطني الصالح. أنظر إلى شفتيك فأكاد أراهما تتحركان، وأكاد أسمعك تكرر على الرهبان الخمسة عن حقيقة العذاب هكذا: الولادة عذاب، والشيخوخة عذاب، والموت عذاب، عذاب أن يرتبط الإنسان بمن لا يحب، وعذاب أن ينفصل عمن يحب، عذاب أن لا ينال الإنسان ما يشتهي، وعذاب أن ينال ما يشتهي. الحياة الأرضية عذاب لأنها سلسلة شهوات وأهواء ومطامع تؤدي بصاحبها من ولادة إلى موت ومن موت إلى ولادة. فكل من تعلق بالأرض ظلت الأرض تجذبه إليها جيلا بعد جيل، وظل في دردور الولادة إلى أن ينقطع أواصره الأرضية وتفلت ذاته من أوهامها لتندغم بالذات العالمية حيث تحظى بالنيرفانا.
فعلى من أحب التخلص من أوهام المادة أن يقتل كل شهوة وكل لذة وكل رغبة ما خلا رغبة الوصول إلى النيرفانا. أكاد أسمعك تقول: كل ما هو مادة وكل ما ندركه بحواسنا الخمس، كل ما كان وما هو كائن وما سيكون، كل ما هو خارج عنا وما هو داخلنا، قريبا كان أو بعيدا، رفيعا أو خفيضا، كل ذلكم أيها الرهبان ليس بالذات، ليس ما ندعوه أنا. من أدرك هذا أيها الرهبان وكان حكيما وواعيا لكلمة الحق تحول عن المحسوسات، وإذ يتحول عنها ينعتق من ربقة الشهوات، وبانعتاقه من ربقة الشهوات ينال الخلاص ويشعر بأنه قد خلص. عند ذاك تنتهي سلسلة الولادات وتتم القداسة وينقضي الواجب، وإذ ذاك يعرف المنعتق أنه لن يعود إلى العالم. غوتاما بوذا، يا ساكن النيرفانا، ألا بينت لي أنا المسمر بالأرض والحامل من همومها ثقل بحورها وجبالها؟ ألا بينت لي كيف أقف على العتبة الفاصلة بين الوهم والحقيقة، كما وقفت أنت على عتبة مخدع زوجك وأم بكرك وقد نامت تحت لحاف من الأزهار، وبكرك بكرها ملتصق بصدرها، ودون أن تدنو منها قلت: هو ذا رباط جديد قوي يجب أن أنفك منه كذلك، وأدرت وجهك إلى الليل ورحت هائما في الآجام تطلب الطريق إلى النيرفانا. غوتاما بوذا، أيها الفقير بغناه والغني بفقره، ألا علمتني أن أحمل قصعتي وأدور مستعطيا طعامي من الناس؟ وإذا أنبني الناس قائلين: عار عليك أن تأكل ولا تتعب، بين نتعب نحن لنأكل، أجبتهم بما أجبت أنت ذلك الملاك الغني يوم وقفت على طرف حقله وقصعتك في يدك فقال لك: علامك تأتيني مستعطيا، ها أنا أحرث وأزرع لأحصل على قوتي، فعليك أن تفعل ما أفعل. فأجبته: وأنا مثلك أيها البرهمي، أحرث وأزرع، ولأني حرثت وزرعت أحصد وآكل. وإذ أدهشه جوابك لأنه قط لم يرك حارثا أو زارعا في حقل من تراب، أزلت دهشته بقولك: إن الحقل الذي أحرثه بذاره الإيمان، وريه وسماده مقاتلة الشهوات، وأشواكه التي أقتلعها هي الشغف بالوجود، الحصاد الذي أحصده هو إكسير النيرفانا. من يحصد هذا الحصاد يتلف كل أشواك العذاب. غوتاما بوذا، يا من تغلب على الفناء بتركه كل فان، ألا نورت بصيرتي لأدرك مثل ما أدركت أن كل مركب مصيره الانحلال، وكل ما ينحل لا يدوم، وكل ما لا يدوم ليس حقيقة. أنا لست جسمي لأنه سائر كل لحظة إلى الانحلال، وبانحلاله ستنحل وتفنى كل حاجاته وشهواته وملذاته وأوجاعه، ولا يبقى غير حقيقتي، غير ذاتي، غير أنا التي هي من الذات العالمية الكائنة في كل شيء وكل شيء فيها، والتي لا تنقص ولا تزيد ولا تتحول ولا تتبدل، فيها تلتقي الأزلية والأبدية،
ومنها تنبثق كل ذات، وإليها معاد كل ذات. فالحكيم الحكيم من سهل لذاته طريق العودة بإعتاقها من روابط الوجود، إذ أن من مات وفيه عطش إلى الوجود سيعود حتما إلى الوجود. فالأرض تجذب محبيها إليها حتى من وراء القبر، كما يجذب المغناطيس الحديد حتى من اللجة. إيهن يا قاهر الموت قبل أن يدركه الموت، يا قاتل الشهوات واللذات، يا واجد خط الاستواء بين قطبي الحياة البشرية، بين التقشف البالغ حد الانتحار والاستسلام إلى الأهواء المؤدي إلى الانتحار أيضا. إيهن يا ساكن النيرفانا، علمني كيف أسكت سكوتك في حضرة ما يدرك بالتأمل ولا يفسر بلغة البشر، وكيف ألجم لساني في حضرة من لا شأن لهم من الكلام معي عما لا يقاس ولا يحد إلا إيقاعي في التجربة والشماتة بجهلي، وهم بكلامهم يفضحون جهلهم من حيث لا يعلمون. وجعلني كلما نظرت إلى وجهك الساحر بطمأنينته العلوية الرهيب بسموه عن الأرض وبعده عن متاعب الجسد، اجعلني أخجل من وجهي وكلما ارتسم عليه من شهوات الوهم وخيلاء الجهل ومطامع الأرض وآمال اليوم والغد ومرارة الذكرى وأجاع اللحم والدم وخوف الانحلال والتعطش إلى الوجود. ألا برد لواعج روحي ولو بقطرة من رحيق النيرفانا. وجه لاو تسو. من يوم عرفت لاو تسو أصبحت أجل كل المجاذيب. إن الذين نعدهم مجاذيبا كالذين نعدهم عقلاء، طبقات طبقات، وطبقاتهم تتنوع بتنوع القوة التي تجذبهم إليها. فمن مجذوب بمال أضاعه أو بمال يطمع فيه، ومن مجذوب بآلة اخترعها أو بآلة يحاول اختراعها، ومن مجذوب بحب أو بكره، ومن مجذوب بفكرة يستوعبها وجدانه ويقصر دون تصويرها لسانه. يختلف المجاذيب باختلاف جواذبهم، إلا أن مصابا واحدا يجمعهم، وهو أنهم كلما لجأوا إلى لغة بشرية للإفصاح عما يجذبهم وجدوا أن ما يقصدون تأديته بهذه الكلمة أو بتلك هو غير ما يفهمه الناس، فهم أبدا غرباء في الأرض لأنهم غير مفهومين، ولولا ذلك لما كانوا مجاذيب. كم يلذ لي أن أطبق عيني الترابيتين عن كل وجوه البشر، وأن أهرب بفكري إلى خلوة من الزمان الغابر الحاضر، حيث تستقر عيني التي ليست من تراب على وجه مجذوب المجاذيب، ملاك السلام، رسول الوداع، أقنوم الفضيلة، مثال القناعة، بوق التاو، أو الروح الذي منه كل روح، لاو تسو. وخجلي من وجهي تجاه وجهك يا لاو تسو، وخجلي من بسمة تطفو على دمعة، ودمعة في قلبها شهوة، وشهوة في شهدها حرقة، وحرقة في نارها دمع. وخجلي من فرحي ومن ترحي، من أسرة تشرق لمدح الناس وأسرة تتكمش لقدحهم، من عينين تبرقان بفوز صغير وعينين تظلمان بفشل أصغر، من حاجبين ينبسطان لحاجة انقضت
وحاجبين يتقطبان لحاجة لم تنقضي. من شفتين تلتهبان بقبلات الحبيب، وشفتين تذبلان عطشا إلى شفتيه. من خد مصعر وجبين معفر، من لسان يجرش اليوم ما جرشه أمس وغدا ما جرشه اليوم، أما خلاصة جرشه فنخالة في نخالة. وخجلي من كآبتي تجاه كآبتك يا لاو تسو، كآبتي كآبة الظمآن يشرب ماء البحر، وكآبتك كآبة النهلان من المنهل الحي يدل العطاش إليه فيسمعون ولا يفقهون وينظرون ولا يبصرون. لقد جرعت روحك من ينبوع الحياة الحقة حتى الفيضان، غير أنها حين شاءت مشاطرة الناس أفراحها السماوية خانتها الحروف والكلمات والمقاطع. ألا بئست الحروف والكلمات والمقاطع آنية يصب فيها رحيق الإلهام إلهامك، بئست اللغة البشرية المحدودة أداة للإفصاح عمن لا حدود له ولا أقيس. تبا لها كم سببت لك من حرقة، وسقيا لها لأنها حرقتني بحرقتك، فانتصبت مواعظك أمامي ألسنة من نار لا حروفا من مداد أسود على ورق أبيض. وفهمت شكواك حيث قلت كلماتي سهلة الفهم والممارسة، ويلوح لي مع ذلك أن ليس في العالم كله من يفهمها أو يعمل بها. لكل كلمة سلف ولكل عمل سيد. وكما أن الفكر والنيات قلما يفهمها الناس، هكذا أنا لست مفهوما من الناس. ليس يفهمني من الناس إلا القليل، لذلك كنت حقيقا بالإكرام، لأن الحكيم يلبس المسوح ويستر جواهره عن عيون الناس. الحكيم يبتعد عن البهرجة في اللباس والكلام، والناس يحبون البهرجة. وأنت حكيم، وأي حكيم يا لاو تسو، لذلك لم يفهمك الناس. الحكيم يلبس حكمته ثوبا من دعة الأرض التي تولد كل شيء بهدوء وسكينة، والناس لا يسمعون صوت السكينة المولدة، ويسمعون قوقأة الدجاجة إن هي وضعت بيضة. وأنت حكيم، وأي حكيم يا لاو تسو، لذلك لم يسمع الناس صوتك. حبذا حرقتك، حرقة المبصر بين العميان والمجذوب بين العقلاء، تلك الحرقة التي لولاها لما قرأت أفجع وأعذب شكوى لفظتها روح إنسان. هي شكواك غربتك عن الناس وأنت بينهم. الناس يفرحون ويمرحون في الأعياد، يولمون الولائم في الربيع، يتسابقون إلى مجالس الطرب. إلاي أنا وحدي هادئ كمن لم تأته بعد بشارة العيد أو الربيع. أنا كالطفل لم يتعلم الابتسام، أنا منسي شريد تائه لا مأوى له. الناس نشيطون وأذكياء، إلاي أنا وحدي بليد ومضطرب. آه ما أوسع معرفة التاو، أنا كبحار تتقاذفه الأمواج في عرض اليم بعيدا عن مرفأ يلقي فيه مرساته. الناس يأتون بنفع، إلاي أنا وحدي معوج الخطى، أنا نقيض كل الناس. لكن ما ضالتي التي أنشدها
هي القوت من أمنا التاو. يا لها من كآبة مبطنة بنور، كآبة من لا يضحك مع الضحكين، لأن أفراحه من عالم الروح وأفراحهم من عالم المادة. يا لها من خيبة مكللة بالظفر، خيبة من أدار ظهره لكل مطامع البشر ووجهه إلى المصدر الذي لا مطمع بعده. يا لها من وحشة محفوفة بالطمأنينة، وحشة من أنكر ذاته الترابية فأنكره الناس، واهتدى إلى الذات السماوية فضمته إليها. يا لها من فاقة مثقلة بالخيرات، فاقة من أطبق عينيه عن حطام الأرض ليحظى بقوت من أمه التاو. ألا فليبتهج قلب كل أم، فالتاو جاذب لاو تسو أم، لكنها أم ولا كالأمهات، فهي أبدا حبلى وأبدا تولد دون أقل ما عناء أو مشقة. لا بعل لها ولا والد ولا والدة، منها الحياة وإليها كل حياة، إلا أنها لا تفسر بالكلام ولا تدرك بالبرهان، لأن ما يفسر بالكلام ويدرك بالبرهان محدود. أما هذه الروح التي هي أم كل روح فكيف تحد؟ كيف تحد هذه الروح التي تحيط بكل شيء ولا يحيط بها شيء، التي قبل أن تكون السماء والأرض كانت هي غير هيولية، أبدا هادئة وأبدا وحدها، وأبدا هي هي، لا تتغير، تعمل في كل شيء ولا عقبة في سبيلها. لذلك هي أم الكون. لاو تسو لا يعرف جوهرها، وعندما يضطر إلى تسميتها يسميها التاو أو العظيم. العظيم لا يدرك، والذي لا يدرك فهو القصي، والقصي أبدا يدنو. الإنسان من الطبيعة، والطبيعة من السماء، والسماء من التاو، والتاو من التاو. غريبة هي أمك وعجيبة يا لاو تسو، هي أم كل المخلوقات، من رحمها الروح ومنها المادة. فيا له من سر لا يفسر، سر بثاق الروح الخالدة والمادة البائدة من مصدر واحد. من أدرك ذلك السر كما أدركته أنت، انفتح في وجهه باب ملكوت الروح، ولا يدخل ذلك الملكوت إلا من تجرد مثل ما تجردت من كل شهوات الحس، لأن من يشتهي المحسوسات لا يفلت من قيود المادة المحدودة، والمقيد بالمادة أنى له أن ينعم بالحرية الروحية. غريبة هي أمك وعجيبة يا لاو تسو، أنت تجهل مصدرها، إلا أنك تعرف أنها أم كل شيء. إنها تبدو لك فراغا، لكنه فراغ لا نفاد لما فيه، إنها كائنة وغير كائنة، لأن وجودها في عدم وجودها. إنها غير موجودة لأنها لا تدرك بالحس، وهي موجودة لأنها تلمس بالروح. للدولاب 30 شعاعا، غير أنه لا نفع منه كدولاب إلا إذا كان محوره فارغا، فقيمة الدولاب في فراغ محوره، فيما ليس موجودا. الجرة تصنع من الخزف، لكن قيمتها ليست في الخزف،
بل في مقدار ما يستوعبه فراغها. والغرفة تصنع بقطع أبواب ونوافذ في جدرانها، إلا أن قيمتها ليست في الجدران والأبواب والنوافذ، بل في الفراغ الذي بين جدرانها. لا قيمة للمحسوسات بحد ذاتها، إنما تقاس قيمتها بما لا يحس فيها. فالأرض وما عليها والسماء وما فيها، كل ذلك ليس التاو وإن يكن منه، إنما التاو الحياة التي لا تقع تحت حس، والتي تجعل الشمس شمسا والشجرة شجرة والبعوضة بعوضة، وما هي بالشمس ولا بالشجرة ولا بالبعوضة. أنا لست جسمي وإن يكن كل ما يبصره الناس مني، بل أنا الفراغ أو الحياة التي تملأ هيكل عظامي ولحمي. فالموجود أو المحسوس مني ليس أنا، وغير الموجود أو المحسوس مني هو أنا، فوجودي في عدم وجودي. حقا إن أمك غريبة عجيبة يا لاو تسو، إنها تملأ كل شيء وإليها يرجع كل شيء. لها الفضل فلا تخيب أحدا، لها الفضل في كل شيء، غير أنها لا تطمع في لقب فاضلة، تغذي بالمحبة كل شيء، غير أنها لا تدعي حق الملك في شيء. فما أحبها إلي أما لا تدعي الملك حتى في ملكها، ولا الفضيلة حتى في فضلها، ولا السلطة حتى في سلطانها. وكم للناس من خالق ما خلق إلا ليتلهى بخليقته، فيهنأ بعذابها ويتمجد بذلها ويقوى بضعفها. أمك تلد لأن من طبيعتها الولادة، فلا تمنن ولدا بقولها أنا ولدتك فمجدني، وإن لم تمجدني وتعمل مشيئتي طرحتك في جهنم. لأن أمك تعلم أن لا نظام لكل مولود منها إلا نظامها، ولا مشيئة إلا مشيئتها، وليس لمولود أن يفلت من نظامها، كما ليس لها أن تفلت من نظام نفسها. فهي لا تدين ولا تعاقب ولا تثيب. العاقل وغير العاقل من بنيها يحمل نظامه في نفسه، وكلاهما يسير به مدفوعا، إنما غير العاقل لا يقاومه، أما العاقل فيحاول مقاومته بعقله، ولذلك يشقى. ولن يتخلص من الشقاء حتى يدرك خطأه ويقلع عن عناده ويقر بضعفه أمام قوة التاو، وبجهله تجاه الحكمة التي لا تحد. إذ ذاك يفهم العقلاء قصدك يا لاو تسو من قولك: من حاول تحسين شيء شوهه، ومن سعى لامتلاك شيء خسره. لذلك فالحكيم لا يشوه الأشياء إذ لا يحاول تحسينها، ولا يخسر شيئا لأنه لا يطمع في امتلاك شيء، لأن كل ما ينبعث من التاو حسن، وهو في التاو والتاو فيه، فكيف لبشر أن يزيد في حسنه؟ كيف لغصن في الشجرة أن يصلح الشجرة، أو أن يمتلك فرعا من فروعها؟ إذا كان من فساد، فالفساد ليس إلا في اعتقاد الناس أنهم فاسدون، وأن في الكون ما هو معوج وفي قدرتهم تقويمه. ذلك هو أكبر أوهام الناس وأصل بلاياهم، ومتى تغلبوا عليه تغلبوا على الشر الناتج عنه، ومتى تغلبوا على الشر أصبحوا فوق الشر والخير، إذ لا خير بدون شر،
وحينئذ يقتربون من التاو الذي ليس خيرا ولا شرا. آه لو يدرك المشترعون والفقهاء في الأرض ما بين نظام التاو السرمدي وأنظمتهم الزمنية من الفرق، مثل ما أدركت ذلك يا لاو تسو حيث قلت: كلما كثر التحديد والتحريم على الشعب ازداد الشعب فقرا، وكلما وفرت أسلحته اضطربت حال المملكة، وكلما ازداد دهاء واحتيالا تعددت نكباته، وكلما تعددت الشرائع والأوامر كثر اللصوص وقاطع الطريق. المجد كل المجد لأمك يا لاو تسو، وإن لم تكن لا تطلب مجدا. المجد لها لأنها أنطقتك بحكم بلي اللسان الذي نطق بها، وهي لا تزال ألسنة من نور محمولة على أكف السنين. فما أجمل وأوسع المحبة المصورة في قولك: الرجل الحكيم ليس لقلبه مقر محدود، فهو يجد قلبه في قلب كل إنسان، وهو يعامل الصالح بالصلاح ويعامل الطالح بالصلاح أيضا، لأن الفضيلة صلاح. هو يعامل الأمين بالأمانة ويعامل من ليس أمينا بالأمانة أيضا، لأن الفضيلة أمانة. الرجل الحكيم يضم في قلبه كل القلوب، فيعطيه الناس أعينهم وآذانهم ويعاملهم كما لو كانوا أبناء له. وما أسمى ضعتك وأنبل صبرك في قولك: الرجل الحكيم لا يباهي بحكمته ولا يكثر من الكلام، تساوره المتاعب فلا يتذمر، يتعب ولا يملك ثمار أتعابه، ويعمل ولا يدعي لنفسه فضلا في عمله، ويبني ولا يسكن ما يبنيه، ولأنه لا يسكن ما يبنيه يظل أبدا فيه. نسبة البهرجة والاعتداد بالنفس ومدح الذات إلى التاو كنسبة البراز إلى الطعام، تلك مفروزات كريهة والتاو بعيد عنها. من يعرف لا يتكلم، ومن يتكلم لا يعرف. كلمات الحق كثيرا ما تكون مرة، والكلمات الحلوة كثيرا ما تكون كاذبة. الرجال الصالحون لا يخاصمون ولا يجادلون، أما الذين يخاصمون ويجادلون فليسوا بصالحين. العلماء كثيرا ما يكونون غير حكماء، والحكماء كثيرا ما يكونون غير علماء. الرجل الحكيم لا يخزن الخيرات لنفسه، بل يعمل أبدا لأجل الغير، ولأنه يعمل للغير يضاعف خيراته. وما أغنى قناعتك القائلة: لا خطيئة أكبر من الشهوة، ولا تعاسة أكبر من التذمر، ولا ملمة أكبر من حب الاقتناء، لذلك كانت السعادة القصوى في القناعة. وما أبعد فكرك عن المتناهي وأقربه من اللامتناهي، حيث تقول: اطلب الفكر المطلق، ذروة الفراغ والرصانة ينبوع الطمأنينة الروحية. الأشياء كلها في حالة الصيرورة تأتي وتعود، فالنبات لا يزهر إلا ليرجع إلى الجذور، وفي رجوعه إلى الجذور اقتراب من الطمأنينة، لأنه يسير إلى الغابة المحتومة له.
المسير إلى الغابة المحتومة كالأبدية. في معرفة الأبدية نور، وفي جهلها شغب وشر. من عرف الأبدية فهو مدرك، ومن أدرك فقد اتسع أفق فكره، ومن اتسع أفق فكره كان نبيلا، ومن كان نبيلا فهو كالسماء، ومن كان سماويا فقد اقترب من التاو ولا يخشى انحلال الجسد. الحياة ذهاب والموت إياب، من كل 10 من الناس 3 هم على عتبة الحياة، و3 على عتبة الموت، و3 بين الحياة والموت. ولماذا؟ لأنهم لم ينعتقوا بعد من اختبارات الحياة. ليس من 10 إلا 1 تغلب على الموت. وما أصدق نظرك في الناس وحياة الناس، وما أشد حنانك عليهم في قولك: كم سعادة قامت على تعاسة، وتعاسة تزيت بزي سعادة. الرجل الصالح هو معلم الشرير، والشرير هو ثروة الصالح. فويل لمن لا يعتبر معلميه، ولمن لا يقدر ثروته، لأنه وإن يك حاذقا يظل أبدا في اضطراب. هنا تعرف أهمية الحياة الروحية. وما أسلم قلبك وأطهره إذ تقول: الحكيم يحب السلام والسكينة، ولا يبتهج حتى بظفره. لأنه إن هو ابتهج بظفره فكأنه يبتهج بقتل الناس، وإن هو ابتهج بقتل الناس فأنى له أن يسوس الملك. وما أحكم حكمتك القائلة: من يعرف الغير فهو ذكي، أما من يعرف نفسه فمستنير. من يغلب الغير فهو قوي، أما من يغلب نفسه فجبار. ومن يعرف قيمة القناعة فهو غني. من يقدم على العمل فهو جسور، وقد تدوم له جسارته ما دام إقدامه. إلا أن من يقدم على الموت ولا يهلك بالموت فذلك هو الخالد. إيهن لاو تسو، يا نقيض الناس ومعلم الناس، ألزرع في نفس الطماعة الطماحة، الحاقدة الناقمة، المستهزئة المستنكفة، العاتية المستعبدة، الصاعدة الهابطة في زبد أمواج الرغائب والمنى؟ ألزرع فيها حبة من بذار قناعتك، وحبة من بذار محبتك، وحبة من بذار حريتك، وحبة من بذار وداعتك، وحبة من بذار تساهلك، وحبة من بذار سلامك، وحبة من بذار طمأنينتك. أحب وجهك الكالح، وجه المعلم لا يفهمه تلاميذه، وأحب وجهك الشاحب، وجه العاشق لا وصول له إلى طريق معشوقه، وأحب وجهك الحائر، وجه من وجد الطريق فخامره شك بمقدرته على قطعه. غير أني أحب أكثر من ذاك بما لا يقاس، وجهك الذي أدرته عن الجندي على حدودة ولاية تشو، وصوبته نحو الأفق البعيد، فكأني بولاية تشو عالم الحس والشهوات، وكأني بك حين تخطيت حدودها، تخطيت حدود هذا العالم، تاركا خلفك
ربوات من الديدان البشرية تدأب النهار والليل في حفر الأرض، كأنها تتحصن في حفرها من الموت والفناء، وما حفرها إلا قبور لها. وكأني بالأفق الذي أدرت إليه وجهك ملكوت التاو، وكأني بوجهك إذ ذاك شعلة من نور التاو، فلا أثر لحرقة فيه أو للوعة أو لحزن أو لفرح أو لأمنية أو لشهوة أو لخير أو لشر. وكأني بروحك القدوسة تسير حتى الساعة في سبيلها النير القويم الذي لا حد لطوله ولا قياس لعرضه، وفي سيرها محجتها، فهنيئا لك. وجه يسوع. أراه مسمرا على الصليب، ودمه القاني السخين يتدفق من يديه ورجليه ويقطر من جنبيه فيخضب لحيته وشاربيه، وأرى في جنبه طعنة الحرب، وعلى رأسه المحني فوق صدره أبصر إكليلا من شوك، وأقرأ على رقعة في أعلى صليبه هذه الكلمات: يسوع الناصري ملك اليهود. عيناه مطبقتان بقطرات الدم المنحدر من جبينه، وببصاق الساخرين والشامتين والمتفرجين. انخراه الدقيقين ينفرجان ويستضيقان متباطئين، وشفتاه الرقيقتان الجافتان من العطش، قد تباعدتا فبانت من خلفهما أسنانه البيض كالثلج، وطرف لسانه الذي كاد يلتصق بحنكه. وحوالي الصليب أبصر نفرا من جنود روما العاتية القاهرة، وحرابهم في أيديهم، تحيط بهم جماهير من أحفاد إبراهيم وإسحاق ويعقوب، رؤساء كهنة وكهنة وشيوخ وكتبة وفريسيون وتجار وعشارون وعمال وفلاحون ورعاع بطالون. أنظر إلى هذه الجماهير المتمايلة شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، المشرئبة بأعناقها والمتطالة بأبصارها إلى من على الصليب، المترنحة بمرأة الدم، المبتهجة بمنظر الألم، التافلة على الوجه المتكمش بأوجاعها وأحزانها، الهازئة باليدين اللتين فتحتا عيون عميانها، الصارخة شماتة وسخرية في الأذنين الممتلئتين بأناتها، الساكبة مرارة في القلب المفعم محبة لضعفها وحنانا على شقائها. أنظر إلى هذه الجماهير فتتجلى لي فيها الإنسانية بأسرها، غابرها وحاضرها وآتيها، أسياد يخافون على قيود عبيدهم من أن تنفك فيشدونها بكل ما لهم من القوة، وعبيد يعضون اليد التي تحاول فك قيودهم، لأن أسيادهم أوهموهم أنه يوم تنحل قيودهم تنحل المسكونة. ثم أنظر إلى وجه المسمر على خشبتين معترضتين، فأرى الدم لا يزال يقطر وقد تجمد بعضه فوق حاجبيه وعلى وجنتيه ولحيته وشاربيه،
وبعضه امتد في شكل رسوم سحرية سرية على أسفل الخشب، وبعضه تجمع على الأرض بركا حمراء. وأرى ملامح وجهه المشوهة بالدم والألم تتبسط قليلا قليلا، وعينيه المطبقتين تنفتحان بهدوء وترتفعان إلى فوق، وشفتيه المتبسمتين المتباعدتين تتقاربان فتتلامسان، وأسمع صوته المتهدج يقول: أبتاه، اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وكيف لمن جعلت التقاليد البشرية قلوبهم من صوان وعيونهم من زجاج؟ كيف لمن استعبدوا الناس لشهواتهم فاستعبدتهم شهواتهم؟ كيف لمن لهم عيون ولا يبصرون، ولهم آذان ولا يسمعون؟ كيف لمثل هؤلاء يا ابن النجار أن يدركوا سمو حكمتك القائلة: لا تقاوم الشر؟ أن لهم أن يفهموا مثل ما فهمت أن الأعمال والأقوال تحبل وتلد كما تحبل النساء وتلد، فإن حبل الشر بالشر ولد شرا، وإن حبل الخير بالخير ولد خيرا، وإن لم يكن الشر ما يحبل به من جنسه انقرض من تلقاء ذاته. فالبغض إذا قوبل ببغض ولد بغضا، وإن هو قوبل بالمحبة فإما يصاب بالعقم فينقرض نسله، وإما يتلقح بالمحبة فينقلب محبة. وكذلك الكلمة الصالحة إذا قوبلت بكلمة صالحة ولدت كلمة صالحة، والكلمة الطالحة إذا قوبلت بطالحة ولدت كلمة طالحة. لو فهم صالبوك ذلك لما صلبوك، لأنك إن كنت شرا في اعتقادهم فبصلبهم إياك قد زادوا في طينهم بالله. لقد كنت قبل الصلب تؤنبهم بلسان واحد، إلا أنك حين سمرت على الصليب أصبحت كل قطرة من دمك لسانا هاتفا في آذانهم، وكل أنة من صدرك بوقا صارخا في مجتمعاتهم، وكل شوكة من إكليلك حربة ناشبة في صدورهم، وكل جرح في جسمك قرحة في قلوبهم، غير أنهم لا يفهمون. لذلك يموجون من حولك مهللين معربدين ضاحكين في قلوبهم وقائلين: خلص آخرين، وأما نفسه فما قدر أن يخلصه. وما دار لهم بخلد قط أن الروح لا يصلب، والفكر لا يرجم، والعاطفة لا تنجدل، وأن من رفع صليبا للحق لا يصلب عليه إلا نفسه. إن صالبيك آنئذ كصالبيك اليوم وغدا هم يطعنون الحق بحرابهم، فترتد حرابهم إلى صدورهم من حيث لا يدرون. فليغفر لهم أبوك السماوي لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. والذين بكوا عليك آنئذ كالباكين عليك اليوم وغدا يبكون شفقة على الحق وهم بالشفقة أولى. فقل لهم ما قلته لبنات أورشليم حين كنت سائرا إلى موتك وصليبك على ظهرك:
يا بنات أورشليم لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه هو ذا تأتي أيام يقولون فيها طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم ترضع. روما تقلقل سيفها في غمده وترسل طرفها الفخور إلى جناحي نسرها المسبلين فوق ممالك العالم، وتعود فتنغمس آمنة في مساخرها ومساكرها وهمومها وغمومها. هنود أمريكا يسرحون في آجامهم ويمرحون، باحثين عن طريدة يرمونها بسهم أو عدو يشجون رأسه بفأس. لهم أعراسهم ومآتمهم، ولهم طقوسهم وتقاليدهم. لا يعرفون من العالم إلا أنفسهم، فهم العالم والعالم هم، ومثلهم متوحشو إفريقيا، ومثلهم كل شعب وكل أمة في مشارق الأرض ومغاربها. فقراء ذلك الزمان كفقراء كل زمان ومكان، يرون السعادة في الغنى، وأغنياء ذلك الزمان كأغنياء كل زمان ومكان، يطلبون السعادة في الملذات. والفقير والغني، والعالم والجاهل، والسليم والسقيم، والرفيع والوضيع، واليافع والمسن، كلهم يتمنى لو كان غير نفسه، وكلهم يشقى لأنه هو هو لا غير ما هو. كلهم يطلب فانيات الأرض ويتمرمر إذ يراها تفنى وتفنيه معها. أورشليم قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، أورشليم الملحدة بقلبها والمؤمنة بشفتيها، أورشليم المحشوة فسقا واللابسة طهارة، أورشليم المحكومة والحاكمة تتحلى بأثمن حلاها وتتردى بأفخر ملابسها وتخضب شعرها بأطيب العطور وتملأ خزائنها بأشهى المآكل وألذ الخمور، لتعيد عما قليل لذكر خلاص إسرائيل من نير فرعون. وسرعان ما انقلبت حريتها من المصريين إلى عبودية للبطن وملذاته والعالم وشهواته، شأن كل حرية وهمية يقدسها الناس ويعيدون لذكرها العامة والعام. العالم كله لاه بأفراحه وأتراحه الزمنية، وخارج أسوار أورشليم في مكان يدعى موضع الجلجلة أو الجمجمة، رجل إسرائيلي مسمر على صليب يستعد لاستقبال فصح غير فصح موسى. موسى عبر البحر الأحمر من أرض فرعون إلى أطراف أرض كنعان، أما هذا المصلوب فقريبا يعبر من عالم الوهم إلى عالم الحقيقة. ها هو يدنو خطوة خطوة إلى باب ملكوته الأعلى، لكنها خطوات من يمشي على جمر، أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. لذلك وقد نهكه التعب وأوهن عزمه الدم المتدفق من جراحه، يجول بعينيه الذابلتين فيما حوله فلا يرى إلا وجوها ضاحكة لأوجاعه، ولا يسمع إلا أصواتا هازئة بجنونه. أين تلاميذه الذين أقسموا له المحبة غير مرة وتركوا العالم وتبعوه؟
لقد هجره الكل حتى تلاميذه، أفيهجره أبوه السماوي كذلك؟ ها شفتاه الجافتان تتحركان ثانية، ومن صدره الذي وجد اليأس إليه منفذا لأول مرة يخرج أوجع وأفجع ابتهال من بشر إلى إله. إيلي إيلي لما شبقتني؟ وتفسيره: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ أخامرت المصلوب في تلك اللحظة ريبة من أنه سيقوم من الموت، وأن ما ألقاه من البذور سينبت ويأتي بثمر. أظن أنها النهاية التي لا بداية بعدها، أم هو الألم الذي لا يطاق حرك لسان الجسد الضعيف وأخرس لسان الروح النشيط؟ إيلي إيلي لما شبقتني؟ صرخة قذفها الألم، صرخة التراب تفارقه الروح التي قدسته باختيارها إياه مسكنا 33 عاما. صرخة موجعة عقبتها سكتة مؤنسة، فكأن الروح النشيط الواقف على باب الأبدية خجل من ضعف هيكله الترابي فانتهر، فعادت إلى التراب هيبة الفصول وطمأنينة الأرض. هو ذا الوجه المخدد بالوجع والمقنع بالدم والبصاق والمكوي بأشعة الشمس ينبسط لمحة فلمحة. ها هي الأجفان المثقلة بالأهداب الذهبية تنفرج عن العينين الذابلتين، والحاجبان المقطبان يتباعدان، والجبين النبيل المخدش بالأشواك يشرق بنور من فوق، حتى كأن صاحب الوجه ليس مسمرا بيديه ورجليه على صليب، ولم يطعن في جنبه بحربة، ولم يسقى الخل بدلا من الماء، ولم يحمل صليبه إلى الجلجلة، ولم يلبسه صالبوه جبة أرجوانية ويضع في يديه عصا ويهزأ به قائلين: السلام يا ملك اليهود. ولم يسلمه تلميذ من تلاميذه وينكره الثاني ويهجره الآخرون، ولم يرفضه العالم كنبي كاذب ويعلقه على خشبة كمجرم، ولم يهتف منذ لحظات قليلة هتافه المفجع: إيلي إيلي. حبذا هذا الوجه المجبول من التراب وكأنه ليس من التراب. لله ما أطهره وأنبله وأجمله، وقد تقلصت عنه كل أوجاع البشرة ومتاعبها، وما أبعده عن وجوه الجماهير المتآلبة من حوله والوجوه الرائحة الغادية في كل معابر الأرض من القطب إلى القطب ومن الشرق إلى الغرب. تلك وجوه كل واحد منها ميدان تتصارع فيه الشهوات خيرها وشرها، والأماني حلوها ومرها، والنيات صالحها وطالحها، والأفكار مؤمنها وملحدها، وكل عوامل الحس قويها وضعيفها، قذرها ونظيفها، رفيعها ووضيعها، مفرحها وموجعها. أما هذا الوجه فلا صراع فيه قط،
لأنه وجه من داس آخر جمرة في سبيله الطويل، وخطى أول خطوة في سبيله الجديد المفروش بالورود. هو وجه من تفتتت آخر حلقة من سلسلة قيوده الأرضية، فأسبل جناحي روحه ليطير في جو لا قيود فيه ولا حواجز. هو وجه من أدرك المحجة التي لا محجة بعدها، وجه النبي الواقف في حضرة ربه ومصدر إلهامه، والرسول الأمين الذي أدى رسالته بأمانة. ذلك هو الوجه الذي ألجأ إليه هاربا من وجوه البشر، وجه الناصري بعد أن هتف إيلي إيلي إلى أن فاه بكلماته الأخيرة: لقد أكمل، أبتاه، في يديك أستودع روحي. أحب ذلك الوجه لأن فيه تتجلى كل حياة يسوع، كما تتجلى السماء في قطرة الماء. وأقرأ فيه خلاصة رسالة النبي الجليلي مخطوطة بأحرف من نور، والذي أقرأه هو هذا: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. يا للعجب! سألت غوتاما بوذا عن الرسالة التي جاء يؤديها إلي أنا الذي تمثلت في البشرية بأسرها، فأجابني أنني في ضلال، وأنه جاء ليهديني إلى الطريق. وسألت لاو تسو معاصر بوذا عن رسالته إلي، فقال: إنني في ضلال، وإنه جاء ليهديني إلى الطريق. والآن أسألك يا ابن مريم عن رسالتك إلي، وقد جئتني بعد بوذا ولاو تسو بستة قرون، فتجيبني أنني في ضلال، وأنك أتيت لتهديني إلى الطريق. طريق بوذا تؤدي إلى الذات العالمية، وطريق لاو تسو إلى التاو، وطريقك إلى الآب. فليت شعري، هل من عظيم فرق بين طريقك وطريقهما، وبين هدفك وهدفيهما؟ فمن هو أبوك؟ لقد قال لي تباعك: إن في مكان يدعى السماء ربا كان منذ الأزل وإلى الأبد كائن، وإنه في فترة معلومة من الزمان عن له أن يخلق شيئا من لا شيء، فقال للمسكونة كوني، فكانت، ثم جبل ترابا ونفخ فيه، فكنت أنا، وكنت سعيدا، وكنت كاملا على صورته ومثاله. غير أنه لم يكن على يقين من كمالي، فنصب لي شركا لامتحاني، وإذ وقعت في الشرك بلاني بالعذاب والموت. ثم قال لي تباعك: إني بليت بالعذاب والموت، لأن وقوعي في الشرك خطيئة، والخطيئة شر. وإذ قلت لهم إن الشر كان قبل أن أكون، لأن شجرة معرفة الخير والشر كانت في الجنة قبل أن أدخلها. إذن كان في الأرض شر يعرف قبل أن أعرفه، وإذن ربهم خالق الأرض رب خير وشر معا. إذ قلت لتباعك ذلك، أجابوني: اصمت يا شرير. ما أنت فعلمتني أن ليس صالحا إلا الله أبوك،
فعرفت أن الصالح لا يخلق شرا، وأني أنا خليقته لست شريرا. ثم علمتني ألا أقاوم الشر، فعرفت أن أباك أعدل من أن يعاقب أول زلة بدت مني بأقصى عقاب حل على مخلوق. لأنه إن يكن وقوعي في الشرك شرا، فالموت الذي بليت به أشر من ذلك الشر. فإن كان في وسعي وأنا بشر ألا أقاوم الشر بالشر، فكم بالحري أبوك السماوي؟ وهل ممكن أن أباك نقض وصيتك قبل أن تفوه بها؟ لقد قال لي تباعك إن ربهم غضب علي لأني عصيت مشيئته فطردني من وجهه. أما أنت فعلمتني وأنا بشر أن أغفر لأخي 70 مرة 7 مرات. فعرفت أن أباك وهو ينبوع الغفران أرحم من أن يطردني من وجهه بدلا من أن يغفر لي هفوتي إذا كان هناك من هفوة ويردني إليه. لقد قال لي تباعك إن ربهم رب رحمة ونقمة، فهو يرحم الذين يمجدونه ويدفعون سخطه بالصلاة والصوم، ويبيد الذين لا يسجدون له ويسبحونه. أما أنت فعلمتني أن أدعو أباك أبانا، وأن أباك وأبي يشرق شمسه على الأشرار والصالحين سواء. لقد قال لي تباعك إن ربهم قادر على كل شيء، غير أنه منذ عصيته ما زال يصب علي وعلى ذرية النقمة بعد النقمة والضربة تلو الضربة ليستميلني إليه فلم يفلح. لذلك اضطر أن يقدمك أنت ابنه الوحيد ذبيحة عني وعن ذريتي. أما أنت فعلمتني أنك تريد رحمة لا ذبيحة. لا لعمري، ليس أبوك يا ابن مريم من رب تباعك لا بخمر ولا بخل. وما أعمق حكمتك التي وقفت بهيبة أمامه ولم تحدده بالتصريح بل بالتلميح. وما قولك إن السماء عرشه والأرض موطئ قدميه إلا جزية دفعتها للغة قومك ومداركهم الروحية؟ لأنك أحكم بكثير من أن تقيد أباك بمكان أو أن تربطه بزمان، فهو كل الزمان وكل المكان، وهو الكل في الكل، الحياة التي منها كل حياة، هو النظام الذي لا يعرف الخلل، والعدل الذي لا يعرف الزلل، والحكمة التي ما بعدها حكمة، والقدرة التي ما فوقها قدرة، والوهاب التواب، الرحيم العليم، هو الرأفة والشفقة والمحبة، هو الآب المصدر والمآب، نحن منه وإليه نطمح. غير أننا ضللنا الطريق وأنت في طليعة الأرواح التي اهتدت إليها، لذلك أرسلك أبوك لتهدينا. ولذاك نصيح بشوق إليك عندما تقول أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لقد قلت إنك ما جئت لتنقض بل لتكمل. أجل، ما جئت لتنقض الناموس الذي لا ينقض، بل جئت لتنزل رب إسرائيل عن عرشه وتجلس مكانه أباك. جئت لتهدم أبراجا من الخرافات بناها الجهل حول رمز موسى الجميل إلى أول عهد انفصالنا
عن مصدرنا الإلهي، فهل أكل حواء وآدم من شجرة معرفة الخير والشر إلا رمز إلى بدء يقظة الفكرة الإلهية في الجبلة الترابية؟ وهل الخطيئة الجدية إلا توهم تلك الفكرة المقيدة بالتراب أن لا حياة لها بدون التراب؟ وهل الموت إلا واعظ يذكرها في كل لحظة أن التراب للتراب وأما الروح فللروح، وأنها ستبقى هدفا للعذاب ما برحت تحن إلى هيكل اللحم والعظم والدم، وأنها يوم تبصر وهمها فتفلت من قيود الجسد وتعود إلى الآب مثلما تفلت قطرة الندى من الزهرة وتعود إلى البحر؟ يومئذ تدخل ملكوت الله حيث لا عذاب ولا موت بل حياة أبدية. ملكوت الله، ما أكثر وما أبسط وما أجمل الأمثال التي حاولت أن تفسر بها هذا الملكوت لسامعيك أيها الناصري، وكما أساء فهمك سامعوك هكذا أساء فهمك تباعك. فعلموني أن ملكوت الله مملكة يحكمها ويسوسها أبوك في السماء ويفرق الوظائف فيها على مختاري، وأنه حبا بك قد أعطى لممثليك على الأرض الحق بأن يفتحوا أبوابها لمن يشاءون وأن يقفلوها في وجه من يشاءون، وهؤلاء من وفرة محبتهم لك قد قاسوا مساحة الملكوت بالقيراط والحب وجعلوا لكل قيراط ثمنا من ذهب وفضة. لقد علموني كذلك أن أهليتي لدخول هذا الملكوت أو عدمها تحدد بأعمالي على الأرض حتى وإن لم أعش من السنين أكثر من 10، ولكنك أفهمتني بمثل الزارع والكنز المخفي في الحقل أن ملكوت الله هو حالة روحية يبلغها الذين انعتقت أرواحهم من قيود المادة. فالصخر الذي لم يقبل القمح هو الروح التي لا تزال هاجعة في الجسد، والطريق التي اقتبلت القمح لحين هي الروح التي لمحت مصدرها الإلهي فعادت متاعب الجسد وأعمتها عنه. والأرض التي اقتبلت القمح وبعد أن نبت خنقته بأشواكها هي الروح التي حطمت بعض قيودها الأرضية لا كلها، لذلك لا تزال لاصقة بالأرض، أما انعتاقها فقريب. والأرض التي اقتبلت القمح وأعطت ثمرا هي الروح التي أفلتت من عقال المادة لتنضم إلى مصدرها الإلهي. والرجل الذي وجد كنزا في حقل فمضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل هو الروح التي تركت أوهام الهيول لتحظى بحقيقة الألوهة. كذلك أفهمتني أن ملكوت الله حالة روحية بأمثالك عن حبة الخردل والخميرة وصياد السمك وتاجر اللؤلؤ وغيرها. فأدركت عندئذ قصدك من قولك لتلاميذك ملكوت الله في قلوبكم، وأيقنت أن القلوب الفارغة منه اليوم لا بد أن تمتلئ به يوما من الأيام. فالأرض المحجرة ستتنقى يوما من الحجارة، والمشوكة تتنظف من أشواكها
واليابسة تحرث وتسقى، فالزمان طويل ورحمة أبيك أطول، ورسالتك لا تزال سائرة في الأرض، فكيف أقنط من خلاصي لأن في تربتي روحي شوكا؟ أم كيف أقنط من خلاص أخي وأخيك الذي لم تستيقظ روحه بعد؟ أم كيف أصدق أن أباك وأبي سيطرحني يوما من الأيام في الظلمة الخارجية، حيث البكاء وصرير الأسنان، حيث دودهم لا يموت ونارهم لا تطفأ؟ أليس أن ذلك اليوم يوم فصل الخراف عن الجداء والقمح عن الزؤان هو اليوم الذي يقتبل فيه أبوك كل روح تغلبت على أوهام الجسد، ويعيد إلى الأرض كل روح لا تزال عالقة بالأرض، حيث البكاء وصرير الأسنان، حيث دود المطامع لا يموت ونار الشهوات لا تنطفئ؟ أنت الطريق يا ابن الإنسان، وأنت الحق والحياة، وليس لأحد وصول إلى أبيك وملكوته إلا بك. ليس لروح أن تعتنق من سلطة المادة وأوهامها إلا بمعرفة الحق، فمن عرف الحق تحرر به، ومن تحرر بالحق قهر الموت، ومن اتبع تعاليمك عرف الحق. فعلمني، علمني كيما تخفت في أذني أصوات الكارزين باسمك كل يوم، المرددين من على عروشهم الرفيع قولك الوضيع: من أحب أن يكون فيكم أولا فليكن للكل خادما، الشاهدين بتيجانهم المرصعة بالجواهر أنهم خلفاء لك يا من لم يتوج إلا بشوك، النائمين على الأسرة الحريرية لمجدك أيها الشاكي، للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار. وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه، المقيمين أسوارا من حجارة وحديد بينهم وبين إخوتك الصغار، الراكعين بركابهم أمامك، والساجدين بقلوبهم أمام ملك هذا العالم، المعشرين النعنع والشبث والكمون ليصونوا سلطانهم على الأرض وليشيدوا لك المساكن الفخمة، الجاعلين ثقب الإبرة أوسع من الفضاء كيما تدخل منه إلى ملكوتك جمالهم المثقلة بالذهب، المصعدين بخورهم إلى السماء والمالئين بكثرة صلواتهم عباب الجو ليسترضوك أيها القائل: ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم، إنهم قد استوفوا أجرهم، وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصل إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم، فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعرف ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. علمني كيما تخفت في أذني أصوات هؤلاء المرائين وأسمع صوتك قائلا: حيثما يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا.
فأفهم أني إن أنا شئت العودة إلى الآب فعلي أن أضع الآب في قلبي أو قلبي في الآب. فإن أنا أحببت مالا أكثر منك وأنت الطريق إلى الآب لن أدخل الملكوت، لأن كنزي في المال وهناك قلبي أيضا. ومرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. وإن أنا أحببت الجاه والسلطان والرفعة بين البشر أكثر منك وأنت الحق لن أدخل الملكوت، لأن كنزي في الجاه والسلطان والرفعة وهناك قلبي أيضا. والمستعلي عند الناس رجس عند الله. وإن أنا أحببت أبي وأمي وإخوتي وأصدقائي أكثر منك وأنت الحياة لن أدخل الملكوت، لأن كنزي في أبي وأمي وإخوتي وأصدقائي وهناك قلبي أيضا. ومن أحب أبا أو أما أو ابنا أو ابنة أكثر منك فلا يستحقك. ومن ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجلك وأجل الإنجيل وإنجيلك الطريق يأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولادا وحقولا مع اضطهادات، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. وإن أنا أحببت نفسي أكثر منك وأنت الدليل إلى الحياة الأبدية فلن أدخل الملكوت، لأن كنزي في نفسي وهناك قلبي أيضا. ومن أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلك وأجل الإنجيل من أجل العودة إلى مصدرها الإلهي فهو يخلصها. لأنه ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم وخسر نفسه؟ ما زال كنزي في التراب، فقلبي عالق بالتراب، ولن أسلك الطريق حتى أجرد نفسي من كل زائل وفان، وأتمسك بما في من ثابت وغير فان ليكون لي كنز في السماوات حيث لا يقرب سارق ولا يفني سوس. جمال جسمي يذوي وقوته تنحل وحاجاته تنتهي عند حافة القبر وعناصره تتبعثر. فعلي ألا أهتم بما آكل وأشرب وبما ألبس. الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. إذن علي أن أتجرد من وهم الخير والشر، لأنني لا أعرف الخير المطلق ولا الشر المطلق، وبمقاومتي لما أحسبه شرا أو بمناصرتي لما أحسبه خيرا كثيرا ما أقاوم النظام الأعلى، فأشقى وأتألم عندما يسحقني ذلك النظام الذي لا يعرف معاندا. وإن أنا تجردت من وهم الخير والشر عرفت قيمة للوداع، فلا أدعي لنفسي فضلا في كل ما أعمل، بل أقول ما أنا إلا عبد بطال، ولا أطلب ثمنا من أخي عن شيء، لأن ليس لي حق الملك في شيء، بل أخذت ما أخذته مجانا ومجانا أعطيه.
ولا أدين أخي بذنب لأنني أحق منه بالدينونة، إذ ليس صالحا إلا الله. وعلي لكي أرجع وأصير مثل الولد الصغير أن أتجرد من وهم الخطيئة والعقاب، فالولد لا يخطئ لأنه لا يعرف الخير والشر، ولا الحلال والحرام، ولا الكذب والرياء، بل يسير مدفوعا بقوة النظام السرمدي لا مكبلا بأنظمة البشر. فكل ما يعمله ويقوله صالح لأن نيته سليمة وصالحة، لكنه حالما يتقيد بأنظمة البشر يدخله الفساد، لأن ما يحدده الناس كشر يصبح شرا ليس لأنه كذلك في حد ذاته، بل لأن الناس يعتقدون به الشر، فليس في الخليقة من خير وشر، لأنها منبثقة من مصدر أرفع من الخير والشر، ولا فساد فيها إلا اعتقاد الناس أن هناك فسادا. لذلك لا يدخل أحد من الناس الملكوت، لا يرجع إلى مصدره الأعلى، إلا إذا عاد كالولد فتجرد من اعتقاده بالخير والشر والحلال والحرام والخطيئة والعقاب، واستسلم بكليته إلى مشيئة أبيه، إلى النظام الذي لا يختل حتى قيد شعر، ولذلك يعوزه الإيمان. الإيمان، وما أعظم إيمانك يا يسوع، إني أؤمن بإيمانك، أما إيماني فضعيف، فأعن ضعف إيماني. أؤمن بأنك بالإيمان حولت الماء إلى خمر، وفتحت عيون العميان وآذان الصم، وأطلقت ألسنة الخرس، ولينت أرجل المقعدين، وشفيت البرص، وأقمت الأموات، وأصلحت العقول المختلة، ومشيت على الماء، وأشبعت 5000 5 أرغفة. أؤمن بقولك: إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون، فمهما قال يكون له ولا يشك في قلبه. قوي هو الإيمان، لكنما الشك أقوى، فتشكيك بطرس كاد يغرقه حين شاء يمشي على الماء، وتشكيك تلاميذك منعهم من إخراج الشياطين باسمك، حتى إيمانك لم يتغلب على شك أهل بلدتك الذين حين جئتهم كارزا قالوا: أليس هو النجار ابن مريم أخو يعقوب ويوسى ويهوذا وسمعان؟ أوليست أخواته ها هنا عندنا؟ فلم تقدر أن تصنع هناك ولا قوة واحدة، وخرجت من بينهم متعجبا من عدم إيمانهم وقائلا: ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بيته. أؤمن أيها المصلوب بأنك ظهرت لتلاميذك من بعد موتك، إنما في جسد غير الذي سمر على الصليب، ذلك كان من لحم وعظام ودم، يتألم من المسامير والأشواك والحراب، ويعرف الجوع والعطش والتعب والنعاس، له حجم وله وزن. أما الجسد الذي ظهرت به فلم يكن كذلك، فقد وقفت فيه فجأة أمام تلاميذك المجتمعين في علية كل أبوابها ونوافذها مقفلة، وكما ظهرت فجأة هكذا اختفيت. لو
كان الجسم الذي ظهرت به بعد موتك عين الجسم الذي دفن بعد الصلب، لما ظنتك مريم المجدلية حارس البستان يوم جاءت إلى قبرك فرأتك واقفا أمامها، ولم يكن مر على دفنك غير يومين، ولما قلت لها لا تلمسيني. لو كان جسمك بعد الموت ذات جسمك قبل الموت لعرفك تلميذاك السائران إلى عمواس حين اقتربت منهما وحدثتهما طوال الطريق واتكأت معهما للعشاء، غير أنهما لم يدركا أن جليسهما أنت حتى أخذت خبزا وكسرت وباركت، فتذكرا عشاءك السري قبل أن تصلب، وإذا عرفاك اختفيت عنهما. أؤمن بأنك ظهرت لتلاميذك بعد الموت لأن روحك كانت قد تغلبت على المادة، فأصبحت سيدتها المطلقة تستخدمها عند الحاجة، وقد احتاجت روحك إلى هيئة المادة لتعود فتظهر فيها إلى تلاميذك فتشدد إيمانهم بك، الإيمان الذي تزعزع بموتك. أؤمن بأنك ابن الله لأن روحك السامية كانت مع الله بعد أن تغلبت على المادة وشهواتها باجتيازها طريق التجربة والتجرد من المحسوس وأوهامه، وأنها عادت إلى الأرض لتهدي أبناء الأرض إلى الطريق المؤدية إلى الآب، وأنها عاشت على الأرض في جسد من لحم وعظام ودم مكون كجسد كل بشر من أب وأم أرضيين. أؤمن بأن الذين دونوا تاريخ حياتك وأقوالك وأعمالك قد دونوها بكل إخلاص ودون ما أقل غش، لكنهم من حيث لا يدرون قد دفعوا جزية لظروف الزمان والمكان مثل ما دفعت أنت، فأنت إسرائيلي ولم ترسل إلا إلى خراف إسرائيل الضالة، وإسرائيل عند ظهورك كان ولا يزال يحسب نفسه شعب الله المختار، وكان له ناموسه وطقوسه وعاداته، لذلك كنت تخاطبه وفي يدك الواحدة الناموس والأنبياء وفي الأخرى رسالتك التي ما كان أحد في إسرائيل يفهمها ويقبلها لولا العلاقة بينها وبين الناموس والأنبياء، لذلك فالذين آمنوا بك وبرسالتك والذين دونوا حياتك لم يتركوا نبوءة تنطبق على حالة من حالاتها إلا طبقوها ليتم ما قيل في النبي القائل: أؤمن أيها الناصري بأنك قد تألهت لأن روحك قد أفلتت من شراك الشهوات وأحابيل المطامع وأوهام الحس، وإذ تساورني أوجاعي وأطماعي وهمومي وغمومي وتزدحم سبلي بوجوه البشر التي أرى في كلها انعكاس وجهي، أحب أن أنصب في قلبي صليبا وأن أسمرك على ذلك الصليب وأن أنظر إلى وجهك المشرق بنور الملكوت حين فتحت شفتيك وناديت أباك: أبتاه، في يديك أستودع روحي. أحب ذلك الوجه الذي لم يعرف الابتسامة قط،
وقد عرف الدمع وكل أصناف الألم. أحبه لأني أرى وراءه وجوها كلها جميل وكلها طاهر، لكنه أجملها وأطهرها وأبعدها عن الأرض. فهناك وجه الطمأنينة واقفة على الجبل ومبشرة بالطوبى، طوبى للمساكين بالروح، لأن لهم ملكوت السماوات. أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، من لطمك على خدك الأيمن فحول له الأيسر أيضا، كما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. وهناك وجه الصدق يؤنب الكذب قائلا: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فلا تدخلون أنتم، ولا تدعون الداخلين يدخلون. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة، وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. وهناك وجه العدل السماوي يدر بعض أشعته على عدل الأرض القائل برجم الزواني: من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. وهناك وجه المعلم يكرز في تلاميذه عن ملكوت الروح، فيتشاورون فيما بينهم عمن سيكون الوزير الأول في ذلك الملكوت. وهناك وجه الرسول الذي عرف أن الذين أرسل إليهم سيعلقونه عما قريب على خشبة، فانفرد بنفسه الحزينة جدا حتى الموت، وخر يصلي إلى مرسله: أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. وهناك وجه الحق صامتا في حضرة السلطة الأرضية التي لا تعرف حقا إلا حقها. هناك وجوه أخرى ألمحها من وراء الوجه الذي يسحرني وينسيني نفسي، غير أني لا أقرأ فيها ما أقرأه فيه، والذي أقرأه هو هذا: أنا هو الطريق والحق والحياة. ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. ثلاث منارات على شواطئ الوجود تستمد نورها من مصدر واحد، وتنير سبيلا واحدا إلى مرفأ واحد. إيكن فيما قلت تجديف على الذات العالمية يا غوتاما، فالذات العالمية أوسع من أن تضيق بتجديفي. أو يكن فيه تجديف على التاو يا لاوتسو، فالتاو أرفع من أن يحط به تجديفي. أو يكن فيه تجديف عليك أو على الآب يا يسوع، فأنت أسمح من أن تدين، وأبوك أسمى من أن يهان. ولتكن وجوهكم النيرة ملجئي من وجوه البشر، ومهربي من كهوف الوهم، ودليلي إلى وجه الحق.